قلبي، لأنه يعني الإخراج مثل بلاتفورم تقدر كتير تبدع فيها، من حيث أنه عندك كأنك شيف دوركاستر وعندك هالإكيب يلي عم they are putting to life هالفكرة يلي أنت طالعة فيها. مثلا سنتين غياب خلال بتعرفي الأزمة البانداميك والأزمة أزمة لبنان بحد ذاتها والانفجار. يعني لما تطلع من هالأزمة يلي هي شوي نفسية وكومون للكل، بيكون بدك تفجري شيء بداخلك يمكن له زمان عم يتحضر. فكأنه فرصة اجتني انه ارجع حط اجري بهالدومين، خاصة بالدعايات، لأنه دومين الدعايات كتير مختلف عن دومين المسلسلات أو الفلومة. دعاية الفورمات تبعها غير. وعندي صديق بالجامعة، إذا بدي كيف بيقولوا بنربي سوا أيام الجامعة، عربينا سوا، كتير بتفق أنا وياه. عنا the same production skills، وعنا دايماً ذات النظرة وذات الاتجاه لما نكون عم نعمل دعايات سوا. فقال لي ريتا عندي series of TVCs نعملهم لبرا، شو رأيك نرجع نحط إيدنا بإيد بعض ونعمل هالدعايات؟ كانت تجربة كتير حلوة، لأنه بتحسي أنه كل الأكيب عم تشتغل من قلب قلبه، كله متشوق ليرجع، والأفكار كانت مهضومة سلسة، مع أنه بالرغم من قساوة الوجود على نفس بنفس الأوضة بالكمامات، تعرفي أنت ساعات تصير طويلة، صحيح، بس لما تشوفي هيك نتيجة بتنبسطي انه بعد في بالشعب، خاصة بهالدومين بعد في امل. حتى عرفت انك عملتي دعاية لسانيتايزرز وهيك تتشوفي يعني لوين وصلنا من بعد الكورونا، بدل ما نعمل وصلنا نعمل دعايات للكمامة وللسانيتايزر وهيك. مزبوط. ايه والدعايات كانوا لبرا، كانوا لبرا، وأكتر شيء بيحكوا عن كيف الإنسان بده يتأقلم مع نمط الحياة الجديد يلي كتير بيتضمن إنه تضلك عم بتعقمي، إن كان السيرفاس أو أمورك الشخصية مثل السلف هايجين أو شيء، وتضلك منتبهة. يعني الدعايات إجوا مثل كايند أوف أويرنس، سلف أويرنس كمان كملوا ما بعد الكوفيد، إنه الإنسان كيف يهتم بحاله ببيته بعائلته بالسيرفاس يلي قاعد فيها، بس بطريقة كرياتيف ومهضومة، مش بطريقة بتنقز. أكيد أكيد. أيه. أصلاً العالم صارت معودة، يعني صار يقطع هذا الشيء عادي قدامها. كيف بتشوفي مثلاً دعاية أكل؟ عادي إنه الإنسان بيأكل. صرنا نشوف هلا مثلاً دعاية السانيتايزر أو دعاية الماسك، عادي. أيه. مثل شيء ديلي نحنا من، يعني أنا ابني الصغير ما بيعرف إنه وعي على الحياة بنحط ماسك. أيه. ما بيعرف. أيه. إنه الحياة أصلاً منا هيك. مظبوط. بيحكينا بالكورونا عمره 5 سنين، ما بيعرف انه الحياه اصلا ما فيها مش مفروض يكون فيها فيروس يعني. سو هيدا تعودنا للاسف على هيدا الموضوع. ريتا كمان شفناكي عم بتمثلي بالدعايات. مظبوط. يعني استعملتي يور سكيلز از ا دايركتور، وهلا استعملتي يور سكيلز از ان اكترس كمان. ترو. ات واز ذا فيرست تايم ذات بحط على حالي هالضغط انه كون بالبرودكشن وكون بالديبارتمان اخراج وكمان عم مثل. ات واز تشالنج فور مي. حبيت اعمل كومباك شوي قاسي على حالي لانه اشتقت كنت، بس بذات الوقت كنت حابه اكتشف اذا انا قادره اكون قد اعمل هالثلاث اشياء بذات الوقت. بعترف انه كان تحدي كبير وكان متعب على الصعيد الجسدي، كان كتير متعب، بس في دعايه ما بخاف عليك ريتا، انا بعرفك على الصعيد الشخصي قديش شخص بيحمل شغل وبحب شغله صراحه. مزبوط. يعني انا كثير بحب شغلي، يمكن هالباسيون يلي عندي اياها شجعتني اني خد هالتجربه وهالتشالنج. دعايه اكل كانت هالمره على رمضان. كله بحب البراندات الاكل، الحبوب اللي بتعرفي رمضان انه اجواء الاكل دائما موجوده ممدوده. فكانت دعايه مهضومه، يعني العالم كل ما تطلع فيه شوي تقلت حركه عملتها بالدعايه. اوكي. وكيف كركيتا بتتذكري بالعالم؟ صح. هلا بالفود كانت اكثر انه الحركه اللي عملتيها انت وعم بتذوق الاكل الطيب. كانت اكثر بودي لانجويج اكثر من حكي. اوكي. وكانت الدعايه ناجحه لانه كانت بمرحله رمضان. صح. العالم اكثر شيء بتكون بتحضر مسلسلات، وكانت حتى الوالده امي بتقلدك بتخبرني انا كل شوي شفتك على التلفزيون. هذا الشيء كثير منيح لك وكثير حلو، نحن بنهنيك على هالشيء. ميرسي.